السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين أثاث ثقة. يوميا خوتنا رانا نطلع لكم فيديوهات يومية كما راكم تلاحظوا، غير جديد مع محل أثاث ثقة. اليوم خوتي واش نقول لكم، جبت لكم واحد الكيت هبال. أثاث ثقة دائما نجيب لكم جديد، عندكم هذا الكيت اللي كنتو تعرفوه قبل، بصح هذا المرة في إن كولور بزاف هايلة، وواحد لونسومبل ما شاء الله. واش فيه؟ فيه لو بوي مع لارجونتري، وفيه هذا طابل سالونجي اللي بزاف شابه. تفضلوا خاوتي، لاول مره راكم تشوفوا فيها هذا طابل سالونجي هبال هبال في الاثر. شوفوا مام البي تاعها شحال جبال، ركزوا لي على لو بي تاعها ما شاء الله. ولاشيز لاشيز قمه خاوتي. تفضلوا شوفوا كرسي كيفاش داير، كرسي ما شاء الله. مام لي بي تاع الكرسي كيما البي تاع لا طابل سالامونجي. على بالي خوتي هذا لو كيت هذا راح يدير حاله، ان انصومبل بزاف هايل ما شاء الله تبارك الله. خوتنا نبداو بلو بايو تاعنا اللي فيه 2 متر 20، 2 مترات و20 كيما راكم تشوفوا فيه. هاوليكم الاعلى تاعو لونكادرمون تاعو راه كامل اون بوا اتر، هذا خاوتنا هو خشب الزان. نقرب لكم لافينيسيون تاعو بزاف شابه. تفضلوا خاوتي، عفوا عندكم المرايه تاعو فيها لانسيزيون كما راكم تشوفوا فيها. نشكر كامل المتابعين تاعنا اللي والفوا انهم فور ما يشوفوا الفيديو تاعنا يديروا جيم ويسجلوا تعليقهم مع الاوائل. نشكر كامل المعلقين اللي حلقوا مع الاول، ما شاء الله تبارك الله على حماسكم وعلى الطاقه الايجابيه اللي تمدوها لنا. شوفوا خاوتنا من تحت كيفاش مخدومه، فيها دو بورت على اليمين ودو بورت على اليسار. نشوفوا لا بورت واش فيها. عندكم هنايا تنغلق تكوندانا جديد خاوتنا، تخليهم هذايا. واش فيه؟ فيه هنا ايطاجير، ليطاجير مخدومه بالمولتيبلي لو شون تاعها راهو بالاتر. عندكم لو با تاعو راهو ثاني بالمولتيبلي، خدمه صحيحه وسوليد. هذه حاجه تاع دوام، نقولوا حاجه تاع دوام وما نخافوش وما نحشموش. مام خاوتنا شوفوا الباب كيفاش مخدومه، خدمه فيني خدمه هبال. هذا البايو دائما يكون في محل اثاث ثقه وما يقعدش. وهذا المره كنت تشوفوا في خاوتنا هنايا الزجاجه تاعو جايه داخله مع اللوح، كنتو شفتوه معنا مقبل في التانتي، شفتوه معنا مقبل الزجاجه تجي فوق اللوح. هذا المره جات اون كاستري، خدمه ما شاء الله. وهاوليكم لو اتر بيان فيني. وهنا خاوتنا لي تيروار بالرايه غليسونت كالعاده، شوفوا الرايه تاعهم كيفاش مخدومه، خدمه ما شاء الله. لي تيروار ثاني بالمولتيبلي، فيه 4 تيروار ويرفد يرفد يرفد الله يبارك. قلنا فيه 2 متر 20، فيه 2 متر 20. هاي ليكم خوتي لارجونتري تاعو. خوتنا ما تنساوش كالعاده الاعجاب والتعليق، هكذا نعرف المتابعين الاوفيات تاعنا. شوفوا لارجونتري تاعو شحال شابه، شوفوا اليو تاعها باهي بزاف، تحسوا بلي حاجه واقفه، تحسوا بلي حاجه تريح العين. سيرتو لا كولور هذه اون كولور اللي دافئه الله يبارك ما شاء الله. تفضلوا خاوتي شوفوا الانتيريور تاع لارجونتري تاعو، هذا هو الانتيريور. فيها خاوتنا تتكون دانا ثاني من الفوق، تتكون دانا من هنايا وتفتح ثاني، فيها تتكون دانا من الفوق ومن تحت. تفضلوا خاوتي عندكم فيها ثلاثة لي زيطاجير بلوس هذا لو با تحت اللي يعتبر ايطاجير، تولي 4 طبقات. ومن تحت خاوتنا عندكم هذا الدفة اللي كبيرة الله يبارك، ثاني تحطوا فيها دوزانكم. خدمة هبال، خدمة ما شاء الله في الاتر بيان فيني. هكذا احبابنا يتغلق بيان سير هنا بالمفتاح، خدمة ما شاء الله. والسعر تاع لونسومبل تاع البايو ارجنتري هو ب 19 مليون و 800، 19 مليون و 800. درك خاوتنا بعد ما عرضنا لونسومبل دو بايو ارجنتري نروحوا لاطابل سالامونجي. هاديكم لاطابل سالامونجي كالعاده قلت لكم في الاتر، لي بي تاعها بزاف شابين. شوفوا التصميم هذا كامل راهو بوا اتر.
هاي لكم لاشيز تاعها، شوفوا كيفاش مخدومة هنايا في الظهر تاعها، راهي كابيطوني، القاعدة تاعها ثاني كابيطوني، وهذا اونتيطاش خاوتنا ما تخافوش منه، ومام مرونفورسي تري بيان. شوفوا خاوتي الكرسي تاعها مرونفورسي بهذا زوج لوحات كالعادة في الآتر، حاجة سوليد هكذا أحبابنا. والقاعدة تاعها قاعدة زجاجية بزجاج ثانتي، تقدروا تقارديو هذا الزجاج، تقدروا تنحوه الزجاج يعطي منظر شباب ويزيد يبروتيجي لاطابل صالا مونجي تاعكم. ها لاطابل خاوتنا السعر تاعها هو 10 مليون و800، 10 مليون و800 طابلة لي كالية اللوح الله يبارك. شوفوا خاوتي خدمة ما شاء الله، ونتمنى أن تزورونا هنا في المحل باش تعرفوا لا فينيسيون وتحسوا بها وتشوفوا الملمس تاعها. خدمة ما شاء الله، السعر تاعها هو 10 مليون و800. شوفوا غير الكرسي تاعها شحال كالي لوح، تفضلوا. نشكركم خاوتي على متابعة هذا الفيديو، نشكركم جزيل الشكر على تحفيزكم لينا واحترامكم لينا ومتابعتكم ووفائكم المحل أثاث ثقة. واصلوا خاوتنا في الإعجاب، في النشر، في الاشتراك في قناة أثاث ثقة. نتلاقاو في أقرب وقت كالعادة غدوة إن شاء الله في فيديو آخر، وفي اللايف تاع محل أثاث ثقة اللي يوميا بعد 9 مساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.